مع نيتونس نسرين بن بلقاسم الباحثة في علم الاجتماع. نسرين، أهلا بك. السلطات التونسية تفاعلت مع هذه الموجة من الغضب والتنديد وأغلقت هذا الموقع الإلكتروني المتخصص في تسهيل إجراءات قضايا الطلاق، وبدورهم النشطاء تفاعلوا إيجابيا مع هذا القرار واعتبروا أن تحول الطلاق إلى خدمة تجارية يعني انهيار قيم المجتمع. أنت نسرين تابعتي هذا الجدل؟ مرحبا ونشكركم على الاستضافة. هي اللافتة الإشهارية يعني قامت بضجة كبيرة في المجتمع التونسي، يعني وقت اللي تنشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني نشرت معها حالة متاع قلق، حالة متاع استفزاز، حالة متاع استغراب من قبل يعني المواطنين التونسيين، خاطر نعرف نحن في المجتمع التونسي اللي ظاهرة الطلاق ظاهرة مرتفعة، والمجتمع ديما يحب يحد من الظاهرة هذه مش يشجع عليها، خاطر نعرف أهمية مؤسسة الزواج وأهمية العائلة في المجتمع باش يكون مجتمع مستقر ومتوازن. ولكن للأسف نشوفوا أن المجتمع التونسي يعني ديما موجود في المراتب الأولى في ظاهرة الطلاق، يعني هذاك علاش اللي اللافتة الإشهارية هذه، وإلا نقولوا المؤسسة هذه اللي كانت عندها غاية أنها تسهل عملية الطلاق خلقت نوعا ما ضجة، خاطر ديما المجتمع التونسي بتاعنا يبقى مجتمع محافظ لأنه يبقى فعلا لأنه الطلاق يبقى أبغض الحلال. بحسب موقع الشركة نسرين، فهي تهدف إلى توعية الشباب أهمية اختيار شريك الحياة وتأمين خدمة آمنة اقتصادية في حالة قرار الانفصال، بينما اعتبرت عمادة المحامين مثلا أن هذا يهدد الأسر، خصوصا وأن كما ذكرت إحصائيات قدمتها وزارة العدل التونسية في بداية العام 2020 تفيد بتسجيل يعني 46 حالة طلاق يوميا في تونس، وبالتالي كثيرون يعتبرون أن هذه الشركة كانت تسعى لتحويل هذه الأرقام إلى أرباح طائلة دون الأخذ بعين الاعتبار بخصوصية الموضوع وخطورته على المجتمع. يعني نعلم يعني الناس الكل اللي الغايه الربحيه وغايه يعني بتاع الكسب المال يعني تطغى على القيم حتى الاخلاقيه، يعني الانسان كيحط في باله والا الشركه انها باش تجيب مكسب مالي كبير، دونك تنسى القيم وتنسى الاخلاق وتنسى الدور، مثلا اهميه الزواج واهميه الاستقرار واهميه مؤسسه الزواج خاصه لدى الابناء، دونك الغايه الربحيه خلات المؤسسه هذه والا الشركه هذه تنسى الأخلاق والقيم، غايتها كانت ربحية ومادية فقط. يعني شفنا قديش يعني المواطن التونسي كان اللافتة هذه استفزته، خاطر هو يرغب في الاستقرار ويرغب في يعني إيجاد حلول، خاطر مهما كانت المجتمع التونسي كيف ما قلت هو مجتمع محافظ، يعني يرفض فكرة الطلاق، يعتبره آخر حل يعني يمشي له كي ما عادش يلقى حلول أخرى، خاطر الطلاق في تونس يعني بالحق راهي ظاهرة مرتفعة ومنتشره برشا في المجتمع نتاعنا وعندها نتائج سلبيه سواء كان على الافراد في حد ذاتهم والا الاطفال، خاطر نحن كمجتمع يعني الاطفال والا المراه المطلقه تتعرض للوصم الاجتماعي، يتم رفضها احيانا، كذلك الابناء يعانيوا مشاكل نفسيه كبيره واجتماعيه كبيره، دونك هذاك علاش اللافته هذه خلقت ضجه كبيره، يعني وشفنا تدخل الاطراف برشا سواء كان المحامين سواء كان الاعلام في تونس يعني يحكي على اللافتة هذه وعلى المؤسسة التجارية هذه، صح يعني عدة أطياف كبير. صح عدة أطياف استنكرت هذا الأمر. باعتبارك نسرين أنت باحثة في علم الاجتماع ونتحدث عن ظاهرة الطلاق في تونس وأرقام صراحة اعتبرها كثيرون أنها أرقام مخيفة، عندما نتحدث عن 46 حالة طلاق يوميا بغض النظر عن طلبات الطلاق الكثيرة التي هي بالآلاف، ما أسباب تفاقم هذه الظاهرة في تونس؟ بالنسبة لظاهرة الطلاق كي نحكيو عليها صحيح هي متفاقمة برشا ومنتشرة برشا في المجتمع متاعنا، باش نلقاو عديد الأسباب، منها أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، يعني عدم الاستقرار، ونشوفوا يعني كيفاش تونس يعني ديما عندنا مشاكل اقتصادية خاصة البطالة وإلا الفقر، الوضعية الاقتصادية متاع أغلب العائلات تكون هشة، دونك كالمشاكل الاقتصادية هذيك تخلق أزمة، تخلق صراع في الوسط الأسري والوسط العائلي، كيف في
الأسباب الاجتماعية، مثلا الخيانة الزوجية، خاصة التفكك الأسري، غياب الحوار وسط في الوسط العائلي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نجد في أغلب العائلات هناك حالة متاع تفكك أسري، الزوج يعني ما يتقابلش مع الزوجة متاعه، ما فهم غياب الحوار التام. كذلك يعني التدخل العائلة الموسعة يخلق العديد من المشاكل الأسرية في المجتمع متاعنا. يعني نعلم أنه نحن المجتمع متاعنا مجتمع يعني يتمسك بالعائلة الموسعة متاعه، والعائلة الموسعة دائما يعني تخلق بعض المشاكل في الوسط العائلي المصغر. ذلك علاش ديما نقاو حالة متاع تفكك، حالة متاع غياب متاع حوار في الوسط، في وسط الأسرة في حد ذاتها، مما يخلق يعني عنف زاد أسري، عنف زوجي. تحدثتي نسرين، صح، تحدثتي عن عدة أسباب التي تؤدي إلى يعني تفاقم هذه الظاهرة، ومن بينها ربما المشاكل الاقتصادية التي وأيضا المشاكل السياسية التي تعيشها البلاد. يعني هل الوضع الضبابي الذي تعيشه البلاد سياسيا واقتصاديا زاد الطين بلة؟ نعم، هو يعني ما الوضع السياسي يعني اللي ماهوش واضح للحد الآن، عدم الاستقرار يعني يخلق، يتسبب في خلق مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية اللي تساهم في عدم استقرار الأسرة. اليوم نشوفوا يعني حالة عدم الاستقرار، الفقر، غلاء المعيشة في تونس، البطالة، التفكك الأسري، يعني يساهم الكل في حد ذاته في خلق مشاكل أسرية. يعني هي كل أسباب تتجه إلى تفكك بتاع أسري. اليوم العائلة التونسية تعيش أزمات كبيرة، تعيش صعوبات كبيرة، يعني في الغلاء المعيشة، من فقر، من بطالة، يعني يخلق في حد ذاته جو عائلي مكهرب غير مستقر. يعني ونحن باش نقدم لك حاجة أخرى اللي عملت زادة ضجة، اللي في تونس اليوم يعني نلاحظوا فما عزوف كبير بتاع الشباب للزواج. يعني نحن اليوم نحكي على ظاهرة متاع طلاق مرتفعة، وفي حد ذاتها عنا ظاهرة متاع عزوف الشباب على الزواج. اليوم الشباب ماهوش قادر انه يتزوج لأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. اليوم الشباب اليوم فما عزوف كبير، خاصة خلال 5 سنوات أخيرة تراجع كبير في نسبة الزواج ونسبة إقبال الشباب على الزواج لأسباب اقتصادية. اليوم نلاحظوا ان الشباب يعاني من البطالة، يعاني من التهميش، يعاني من يعني أوضاع اقتصادية، يعني أوضاع اقتصادية صعبة بالإضافة إلى وضع سياسي غير مفهوم، غير واضح، صعب، غير مستقر، يزيد كما تحدثنا من تفاقم عدة ظواهر، ليس فقط الطلاق وإنما حتى الهجرة غير الشرعية وظواهر أخرى اجتماعية. نسرين بالقاسم الباحثة في علم الاجتماع كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. شكرا.